Scriviamo delle frasi semplici insieme. Ok, يلا إجا نكتبو جمل بسيطة مع بعضنا. برشا يقولوا لي سينيورا اي ديفيتشيلي سكريفيري ديلي فرازي دونك نون اي بوسيبيلي سكريفيري اون باراغرافو. فيديامو انسيمي كي كويستو بو اسيري فاتشيلي. برشا يقولوا لي اللي صعيب ياسر نكتبو جملة وبالتالي مش نجمو نكتبو فقرة. نيجي نشوفو مع بعضنا اللي باش تكون الحكاية إلى حد ما سهلة. نبدأ الخدمة نشوفه ناخذ لي تري دوماندي البسيطة هذوما. لا بريما دوماندا كوزا اي فاتو ياري، لا سيكوندا كوزا فاراي دوماني، لا نومرو تري، لا تيرتسا كوزا فاتشيفي كواندو اري اون بامبينو. الفرق هنا هما نفس الجمل في المحتوى لكن الزمن يختلف. هنا عندنا كوزا اي فاتو ياري، اوكي، هنا عندنا كوزا فاراي دوماني بلو فوتورو، كوزا اي فاتو ياري باساتو، وكوزا فاتشيفي كواندو اري اون بامبينو لامبرفيتو. قبل ما نفكر في هذا يلزمني يكون عندي قائمة أفعال في ذاكرتي في ذهني. نحط قائمة الأفعال هذوكما، إذا كان حطيت الأفعال إن شاء الله تتسهل وتجيني متم الجملة وتكون الجملة غنية بأبسط الأفكار وبأبسط الكلمات. يلا نبدأ. ممكن تقعد شوية مع روحك وتفكر في أفعال قد شفناها مع بعضنا. أوكي، توقف الفيديو طبعا وتكتب شوية أفعال، وأنا باش نعطيك تويك بعض الأفعال اللي يمكن تساعدك باش تكتب فقرة. أوكي يلا. فيربي إيفيدنتي، حبيت ناخذ هالكلمة، هذه كلمة خاصة بي أنا، معناها الأفعال اللي تجي في بال أي واحد يتعلم في لغة جديدة. معناها مش لازم نفكروا في أفعال يعني بعيدة في المعاني، خلينا أفعال بسيطة. مثلا أول فعل بارلاري، مانجاري، جوكاري، فيديري، غوارداري. ها قلنا خمسة أفعال. إذا كان قلنا خمسة أفعال وإحنا حافظينهم صحيح مش نعملوا فقرة بهالأفعال هذوما. أوكي، تاخذ الكراسة وتكتبهم. شنو وقعت في راسكم الأفعال اللي قلتها أنا تويكا؟ وقف الفيديو واكتبهم. أيوة، خلينا في هالأفعال هذوما بارلاري، مانجاري، غوارداري، فيديري، كاميناري، إي جوكاري. وعنا احنا سؤال الاول، احنا باش نخدمه على ثلاثة اسئلة في نفس الوقت، على ثلاثة اسئلة في نفس الوقت. اوكي، لما نقول احنا نكتبوه في نفس الوقت مش معناه انت كيش تكتب فقرة باش تكتبه في نفس الوقت. طبعا يمكن تجيك فقرة تقول كوزا اي فاتو ياري، ولا تجيك فقرة تقول كوزا فراي دوماني، ولا تجيك فقرة تقول لك اكتب فيها كوزا فاتشيفي كواندو اري اون بامبينو. فهمت؟ لا انا باش نوريلك اللي كيفاش نخدمو الجمل ونفو عرفنا الافعال، وكان عرفنا كتبنا الافعال عرفنا فعل يعني نعرف نكتبو جمله ان شاء الله، ولو عرفنا نكتبو جمله رانا عرفنا نكتبو فقره. بشويه بشويه الواحد تو يتمكن. داكوردو، يلا نبدا. مثلا ناخذو il verbo parlare. parlare اذا كان نحب انا نجاوب على سؤال cosa hai fatto ieri، puoi dire per esempio ieri ho parlato con il mio amico della scuola. Domani, مثلا الجملة الثانية، domani parlerò con i miei amici delle vacanze. شفت؟ شفت محلاها؟ جست انت عرفت الفعل صحيح باش يجيك متم الجملة. مثلا con i miei amici، مع أصدقائي، دلي فاكانسي على العطلة. ولا هنا مثلا نوميرو تري، مثلا كوزا فاتشيفي كواندو إيري أون بامبينو. كواندو إيرو أون بامبينو، كانت إيري مع تو، هنا أصلها تو، كواندو تو إيري أون بامبينو، بل الإجابة تجو باش تجي كواندو إيرو، ولا كواندو إيو إيرو أون بامبينو. خلينا فيربو بارلاري، parlavo molto con
ميو فراتيلو، وقت اللي كنت صغير كنت نتكلم برشا مع خويا، الكلمات الكل اللي قلتهم الكل انتي تعرفهم. فشفت الحكايه سهله ولا صعيبه؟ سهله الى حد الان، سهله كمبتدئين باهيه برشا. داكوردو، ملا توقف الفيديو تكتب الجمل اللي قلناهم. ايوه شوفوا هنا استخدمنا الفيربو بارلاري في على حساب لو جانا موضوع كوزا اي فاتو ياري، جاوبنا وقلنا اخترت الفيربو بارلاري، قلت ايو ياري لازم وراها فيرغولا، او بارلاتو كون il mio amico della scuola. اذا كان باش نجاوب على la seconda domanda cosa farai domani، نجيب جملة ونقول domani parlerò con i miei amici delle vacanze، خاطر هنا عن الفوتورو domani تولي parlerò، طبعا لازم تكون حافظ لي فيرب، احنا شفنا i verbi in are in ere in e ire كيفاش نصرفوه مع io tu lui noi voi، لازم عدد تكون تعرفهم. ولو حبينا نجاوب على جانا سؤال بالطريقة الثالثة، كوزا فاتشيفي كواندو إيري أون بامبينو، باش نقولك شكون تعمل وقت كنت صغير، هنا تجي الإجابة. اخترنا مثلا الفيربو بارلاري كواندو إيرو أون بامبينو، هنا تجي فيرغولا، بارلافو سامبري كون ميو فراتيلو. يقول قايل هذه أفكار بسيطة يزي نكتب هكا، طبعا إذا كان أنت مازلت تتعلم ومازلت تحفظ في أفعال جديدة و متم الجملة الكل، هذا يكفي يكفي به. نتعديه الفيرب واحد آخر نفس الطريقة، مثلا مانجاري كوزا اي مانجاتو ايري، لا عاد احنا قلنا كوزا اي فاتو، خذينا او بارلاتو كون الميو اميكو دلا سكولا. اوكي زيد جملة اخرى، اذا كان خذينا الفيربو مانجاري نقول او مانجاتو اونا بانانا، مثلا ho guardato la TV, ho visto un film, ho camminato nel giardino, ho giocato con la mia amica. شنو رايكم؟ هذه في حالة أني حبيت تقول cosa hai fatto ieri. أيوة هذا يكفي أني نحط الأشياء هذوما، طبعا مادام مازلت تتعلم في اللغة لو استخدمت الفيرب في الباساتو كومبوستو، على خاطر هنا سؤال كوزا اي فاتو ياري صحيح مع ايو صحيح، صحيح تاخذ النوت نتاعك تولي كلام مقبول كلام معقول. بعد كيف نطوروا الافكار، بعد يجي اعطيني طريقه انك تضمن تكتب جمل بافعال مصرفه في الزمن صحيح وفي مع الضمير صحيح. اذا كان ناخذ كوزا فاراي دوماني، حطينا parlerò domani parlerò con i miei amici delle vacanze، جي هنا ناخدو الفيربو مانجاري، io mangerò al ristorante con la mia famiglia. اوكي guardare، io guarderò la televisione، io vedrò الفيربو vedere، io vedrò una io vedrò un film per esempio perché no، ولا io vedrò mia zia باش نشوف عمتي او خالتي مثلا، vedrò not vedero vedrò كيما الفيربو andare avere ايه تمشي في الفوتورو. بعد camminare، اوكي io camminerò molto nel parco، camminare ero con io camminerò molto nel parco، giocare e giocherò con i miei amici. فهمتوا كيفاش جوكيرو لو حبينا نحطوها في الفوتور مع لو قريناها تولي جوشيرو جوتشيرو، لا في الحالة هذه نزيدو أكا. الطالب اللي يحب يتعلم أنا متأكد أنه باش يحط ورقة وستيلو ويبدأ يكتب، ومن بعد يصح الكلام اللي نقوله وبعد يبعثه للأستاذة حتى تتأكد، يعني لو كان طولت عليكم باش تملوا. باش نكمل جوست مع l'imperfetto، هنا مع السؤال رقم ثلاثة، cosa facevi quando eri un bambino، شكون تعمل كنت صغير مثلا. يلا حطينا هنا مع quando ero un bambino parlavo sempre con mio fratello، نحطو فيرب واحد اخر، mangiavo sempre i biscotti، ناكل برشا البسكوتو، guardavo molto la televisione، vedevo
sempre, يعني دائما vedevo sempre i miei cugini, كنت نشوف برشا اولاد عمي. Camminavo, vedevo, vedevo sempre i miei cugini. Camminavo qualche volta يعني quelque fois, في بعض الأحيان. Camminavo qualche volta nel parco. Giocavo sempre con i video giochi, l'alعاب الإلكترونية. شنو رأيكم؟ شكون اللي باش يكون بطل ويبعث الأشياء للأستاذة ويقول لي يا مدام أنا لها في فقرة الامتحان إن شاء الله. Grazie e alla prossima. أيوة، قبل ما ننسى لازم نقول اللي عنده مخيل يورينا. هذا بالنسبة للتلامذة اللي يقولوا اه صعيب، اه كيفاش باش نلحقوا، اه هذا باش ننقذ او باش نفهم. اللي يحب يتعلم ويحس الأشياء صعيبة. أما اللي عنده أفضل وعنده أفكار خير ومراجع برشا وعنده معناها كم من المفردات، مرحبا به. ما قلتش هذا هو الوحيد اللي يجي، أما هوكا فتحت لكم الشاهية متاع الخدمة. إن شاء الله ربي نشوفكم على خير. Scriviamo il paragrafo insieme. Adesso, يعني الآن، scriviamo il paragrafo insieme. يعني تويكا نخدمو نكتبو الفقرة مع بعضنا. أي نشوف، ما احنا خرجنا امبارح من قدمت لكم الفكرة بالواحد من السوجي هذوما، وقلت لكم راهو واحد بركة يجي مش ثلاثة مع بعضهم. أوكي، به حتى كان حبيت نعملهم ثلاثة نعملهم، لكن لا أنا مش هعطيكم واحد بركة. فهمت؟ باهي، دربنا قلت لكم راهو إذا كان تعرف تكتب فقرة سوجي فيرب كومبليمون سايي، سوجيتو فيربو كومبليمنتو يعني باستا. به عطيتكم اكزامبل على هذوم. اك ياري او باراتكم الميو اميكو دي لا سكولا، في معنى لو جاوبنا على السؤال هذايا كوزا اي فاتو ياري، ولو جاوبنا على كوزا فاراي دوماني باش ناخدو دوماني بارليرو كون اي مي اميتي دي لي فاكانسي. هذوما امثله اللي نوريكم راهو كيفاش تكون جمله بسيطه بافكاركم انتوما بالافعال اللي تعرفوها واللي عطيتها لكم، وتساعدكم في كتابة الفقرة، كتابة الجمل وبالتالي الفقرة. أيوة أنا خدمت تويكا فقرة، بالطبيعة كان ممكن نخدمها مع بعضكم بالجملة، مع بعضنا بالجملة بالجملة، لكن لا باش تملوا وتقولوا لا. أما وسعوا بالكم واسمعوني شنو قاعدة نقول، وشوفوا الألوان متاع هذا الفقرة اللي كتبتها أنا باش تثبت كلامي أنا إن الأشياء بسيطة. لو في حاجة جديدة مش برشا. نبدأ هنا. ياري إيرا دومينيكا، شوف الجملة الأولى. Ieri era domenica. Io ho fatto tante cose interessanti. هذه هي المقدمة. شنو فيها؟ فيها دو فراز. أكاو دو فرازي. Ieri era domenica. هذه هي مقدمة. بعد Io ho fatto tante cose interessanti. عملت برشا حاجات شيقة. هذه هي التقديم اللي باش نقولو. كي كوزا اي فاتو دوماني. بعد عملت فيها الفقرة ثلاثة عناصر لهنا على حسب التوقيت. تعمل عناصر كيما تحب انت. انا عملت على حسب التوقيت، لا ماتينا il pomeriggio la sera. اوكي باهي. هنا قلت لكم كل فقرة متكونة، كل جملة سوري، كل جملة متكونة من سوجيتو فيربو. فهنا عندنا ايو السوجيتو، او فاتو الفيربو. ننتبهوا في اي زمن، لو كان مطلوب منا في الباساتو، باساتو هذه باساتو كومبوستو. او فاتو تانتي كوزي انتريسانتي. بعد كش باش نفصلوها تويكا في شكل فقرات. بديت لا ماتينا مي سونو الزاتا تاردي. شنو هي حكايتها لا ماتينا؟ يعني عملت بديت الجمله بلا ماتينا. بعد سوجيتو ايو، مي سونو الزاتا الفيربو الزارسي قمت، تاردي كواندو تاردي. هكا سوجيتو ايو، مي سونو الزاتا الفيربو اون كومبليمنتو تاردي. هنا ايو ممكن نستغناو عليها، يعني كيما بالعربي نقولو قمت من غير ما نقول انا قمت متأخرة. اوكي الجملة اللي بعدها او ليتو اون ليبرو.
قمت بمخر باش عملت هي المفروض io ho letto un libro. شفت سوجي فيرب كومبليمون سوجيتو هي io بعد il verbo ho letto passato composto خاطر احنا السوجي خدمنا على كي cosa hai fatto ieri io ho letto un libro. خلصنا الجملة نحط نقطة. بعد عملنا هذوما الروابط هذوما إليغامي poi ho preparato una colazione deliziosa. poi هذيك حلينا بها الفقرة ho preparato حضرت passato composto متكون من l'ausiliare والparticipi passato والسوجي هو io. io ho preparato تحب تكتبها تحب تكتبها دونك soggetto verbo che cosa ho preparato una colazione فطور صباح deliziosa شفتوها احفظوها deliziosa يعني لذيذة سوجي فيرب كومبليمون نقطة كمان بعدك ho mangiato اللي هي io ho mangiato con gusto وكليت بتذوق يعني نتحسن ماكلتي بنينة con gusto اوكي ممكن تكتبهاش اذا ما تعرفش تكتبها حط فير واحد اخر حط حاجه اخرى عملتها مش لازم او مانجاتو ولا اي حاجه من اللي فيربي عندك اللي في القايمه تتهلك وانت على كيفك يعني ممكن تتصرف اليوم عملنا برشا جمل في القسم بالكدا خذينا العنصر الثاني لا ماتينا لا هذاك العنصر الاول سوري البوميريجو العنصر الثاني مي سونو ديفيرتيتا اون موندو il verbo divertirsi con io هي المفروض io mi sono divertita un mondo وإلا molto نعرفوها كلمة molto صح io mi sono divertita molto تفرهدت برشا في البوبيريجو بعد الظهر اش عملت io ho giocato con i miei amici nel parco هاك عملت soggetto verbo complemento con i miei amici dove nel parco بعد او فاتو لي ازيرتشيتسي ممكن نعملها كما نحطش دوبو لكن خليها احلى ونحط يعني الحكايه بالتسلسل الاحداث استخدمنا كلمه دوبو دوبو او فاتو لي ازيرتشيتسي بعد عملت التمرينات وين السوجي هي يو قلنا يو نجم نستغناو عليها اوكي سوجي ديما مش لازم نحطو في الايطاليا دوبو او فاتو لي ازيرتشيتسي بعد او سودياتو اون بو ho studiato un po' il verbo studiare هذا اش عملت ieri ايوا ممكن هنا dopo ho fatto gli esercizi هذيك جمله جمله ho studiato un po' جمله ممكن نربطوها ب e ho studiato un po' e ho studiato un po' ورجعت شويه un po' non molto un po' اوكي لا سيرا الجزء الثالث لا سيرا حددت الموعد هنا امتى لا سيرا كوزا او فاتو ايو او غوارداتو لا تلفزيوني تفرجت التلفزه نقطه او فيستو il mio programma كلمه جديده تويكا il mio programma المفضل preferito كلمه بروجراما اخرها لكن هي مسكيله فتولي il mio non mia il mio programma اخرها للضروره preferito هكا وفي ها شو محلاه من بعد الخاتمة أحق لاحظتوا ديما سوجيتو فيربو كومبليمنتو هذاك هو نتحداكم كانت الناس تقولوا لي لما دام هيش سوجيتو فيربو كومبليمنتو يعني يمكن هنا تقول لي هنا ها هنا ها سوجيتو هذا إيو اللي هو تخبي هنا إيو خنحطوه باش ترتاحوا إيو الفيربو أو فاتو كي كوزا ليجرسيتي بعد إي تو او ستودياتو اون بو هنا معناها قلت لكم نجم نحطوا نقطه هنا وتولي او ستودياتو اون بو لكن نجم نحليها زاده و اي او ستودياتو اون بو يعني جملتين عطفناهم بكلمه اي كونجونكسيوني اي ونقولوا ايو او ستودياتو اون بو سوجيتو ايو او ستودياتو الفيربو اون بو متم الجمله كوانتو كميه لا سيرا اي شوف اقراوها لا سيرا ايو او غوارداتو لا تلفزيوني io ho visto il mio programma preferito جملتين محلاهم سوجي io ho guardato verbo che cosa la televisione بعد الجملة اللي بعدها io ho visto تي منها io مدام تحب تكتبهاش ما تكتبهاش اما انت تعرف كي تسمع io ho visto راهي
مع كنا نقولوا او فيستو من غير ما نقولوا ايو، تعرف اللي هي مع ايو داكوردو، ايو او فيستو. لكن بالايطاليا مش لازم ديما نقولوا ضمير، فنقولوا او فيستو il mio programma preferito. يمكن هالجملتين هذوما ديما تحت عنوان سوجيتو فيربو كومبليمنتو، ممكن جملتين نربطوهم ب اي اي او فيستو il mio programma preferito. هذه المخات مش نقولوا è stata una giornata interessante. No, è stata, ولا حتى era صحيحة. Era una giornata, ولا un giorno, احنا متعودين على كلمة giorno، هنا una giornata كيف كيف، rilassante, rilassante, مريحة، e divertente, ممرحة، مريحة وممتعة. بعد era piena, كانت مليانة، دي cose, أشياء che mi piacciono fare، اللي يسعدني أني نقوم بها. أظن أكثر من هكا ما فماش، ياسر بسيطة الفكرة وياسر حلوة، وانتم عندكم برشا جمل، قصدي برشا أفعال، تتصرفوا بكل ثقة، ويا ريت تقعدوا تويكا وتحضروا شوية 10 دقائق وقفوا ستوب. Scriviamo il paragrafo insieme. Adesso scriviamo un paragrafo insieme rispondendo alla domanda adesso cosa il farai paragrafo domani. Abbiamo scritto un paragrafo con cosa hai fatto ieri, era questo paragrafo, ma adesso rispondiamo alla domanda cosa farai domani. Giovo alla sua cosa farai domani, cosa hai fatto ieri. نمشيو للفقرة تاعنا، أظن فهمتوا شنو باش نعمل، فإجا نخدموا مع بعضنا، دربنا قلت ولو حاولتوا حد إذا كان ما حاولتوش، يمكن من بداية الفيديو باش تفهموا، لكن لازم تاخذ الستيلو والورقة، يعني القلم باستا. والورقة وتكتب. عطيتكم أول شيء شنو نعملوا؟ إيالي أوبرات كنت إيالي أوبرات، خلينا نحطوا كل لون واحد خاطر فهمنا إيش معناها، في معنى جمل وبارتي أجزاء مختلفة نتاع الفقرة اللي هي إنتروديوسيوني ولا كونكلوزيوني وهذوما لي بري بارتي دي لو فيلو بو، يعني تعجبوا الموضوع على كيفاش نقسم على حسب اللي نوريكم كيفاش تكون جملة معناها فترات اليوم. بسيطة. بأفكاركم انتوما بالأفعال اللي البوميريجو ولا تعرفوها ولا يعني خليه كله أكحل باش نساعدكم في كتاب باش نجمو نخدمو أكثر وتفهموني أكثر كتابة الجمل. باهي أنا تويكا أيوة. نحب نبدلو أنا خدمت كوزا فراي دوماني، بالطبيعة كانو كوزا فراي دوماني على طول بالجملة بالجملة باش تكون إيري تتغير دوماني. أنا وصلوا بالكم واسمعوني شنو قاعدة نقول، لازم تكون مايوسكولا دو ماني تثبت كلامي أنا، باش تكون إسري إيرا الفيرب إسري باش تولي تولي هنا ياري إيرا دومينيكا سارة. شوف الجملة الأولى دومينيكا ياري إيرا دومينيكا سارة دومينيكا. إيو أو أيوة إيو أو فاتو تانتي كوزي إنتريسانتي. أول حاجة نعملها نلوج على الفعل متاعي شنو فيه، وهو اللي باش يصير عليه التغيير. إيو دوي فراز الفيربو هذا ياري كوالي إيرا فيربو دومينيكا الفيربو فاري الباساتو المقدمة كومبوستو. إيو أو فاتو لكن السؤال جاني كوزا فراي، ما نبش يكون عملت برشا الفيرب فاري نلبس نلفوتورو خاطر هنا فرا كوزا فراي دوماني. بعد عملت فيها الفقرة ثلاثة عناصر، دونك إيه الفيرب فاري نلفوتورو كون على حسب إيو التوقيت تعمل فارو كيما تحب أنت. إيو عملت على حسب فارو التوقيت لماتينا فارو البوميريجو لا سيرا بسخ هذيا ونحط الأو نجيب الأو نتاعي. أوكي إيو فارو كيفاش تكون الأو نتاعي؟ ايوه ما ننساش لاتشينتو جرافي قلت لكم ايو فارو فقره متكونه كوزي كل انتريسانتي. كل جمله لا انت تنجم توقف الفيديو فيربو. وتلوج على هنا الفيربو عندنا الكل ايو وتحط تحتهم خط هكايا او فاتو الفيربو ننتبهوا ومن بعد اي زمان شنو تحطهم كلهم في الفيديو. هذه باساتو اظن الفكره سهله ومفهومه او فاتو تانتي يعني كوزي فعلا انتريسانتي. مش باش يفهموا انا اللي مش باش يركزوا الكل نقولوا يعني يلا غالبا نحاول باش نفصلوها نعملوا حاجه تفيدنا حاجه نستفيدوا منها. لا ماتينا هنا مي سونو الزاتا تاردي هنا لا ماتينا بين الجمل مع بعضنا نحط تحتهم خط ماتينا اوليتو ليبرو بعد سوجيتو لو عليهم مي سونو الزاتا الفيربو الزاتي قبل نحطهم لك اما يا ريت حتى انت توقف الفيديو تاردي لو كوانتو عليهم تو سطرهم وتشوفهم. اوكي
Okay, soggetto io, ايوه mi هني sono alzata il verbo حطيت con الفيرب complemento تحتها tardi. تحتها الخط. هنا io دوماني ما سارا بنستخدمه دومينيكا هنا، io farò يعني كيما بنعمل كله tante cose complement من غير ما نقول انا interessanti complement ولا اخلع. tante cose. اوكي اوكي الجمله اللي بعدها، كيما ho letto تفضلتي un libro. بعد الحاجات قمت هنا المخر لا باش عملت، ماتينا هي مش في المفروض الشتاء، هي io لا او ماتينا letto un في libro. الصباح باش نعمل هكا في شفت سوجي فيرب كومبليمون سوجيتو، بعد في هي الظهر io، سواديزون بعد il الظهر او verbo بعد الظهر il letto pomeriggio passato اللي composto هو خاطر afternoon احنا in في English. خدمنا So على il che pomeriggio cosa hai اش باش fatto نعمل ieri. اش باش io نعمل ho letto ولا un سيرة اش libro. باش نعمل. خلص لوجنا على الجملة الفيرب حط نقطة. كتبتو فيرب واحد اخر بعد بس عملنا سطرتوش هذوما قولوا عليه لكن الروابط اظن هذوما سطرت الافعال اللي الافعال قاني كلها. مي سونو poi alzato اش باش تولي ها تولي ho سونو شبون يا يلا preparato لا مي سونو una alzata ها colazione هنا deliziosa. اش تولي مي poi هذيك al علينا بها zero الفقرة كيما ها الفيربو parlare ho parlerò al preparato zero لكن حضرت هذا فيربو passato composto con pronominale form o l'est verbo l'ausiliare il riflessivo participio passato ma il la sumus sujet lui è convenica io ho mi al zero preparato parlerò al zero ma nel senso del mi dunque che va soggetto io verbo verbo che cosa riflessivo ho con preparato io una con lo mi colazione al zero torsbeh ok deliziosa شطوها احفظوها تي al zero deliziosa هكا يعني قدر ما كنت لذيذه قريناهم وشفناهم sujet verbo complement اوكي مي نقطه al كمل zero بعدك ho mangiato اللي هي io ho mangiato con اظن gusto فهمتم ولا وقفوا لي دوكا نحطوا وكليت الافعال الكل بتذوق ومن يعني بعدكش انا باش تحسن مكلتي بنينه كون تلقاو جوستو الافعال ناخذوا اوليتو اوكي تلقاو الخدمه ما مخدومه كنتبهاش احلى ذكرتها مش حاجه انك تكتبها تقول حط انت فيرب واحد اخر وقفت حط حاجه الفيديو اخرى عملتها مش وخدمت لازم وتعبت او مانجاتو ليجيرو ولا اون ليبرو اي حاجه من اللي فيغري بوي عندك لاش ايو قايمه تتهلك وانت على كيفك بريباريرو يعني ممكن ايوه تتصرف نقولوا مع المهم بعضنا عملنا برشا جمل بوي في ايو القسم بالكليت بريباريرو ثم خدينا بوي العنصر ايو الثاني بريباريرو لا اون ماتينا كولازيوني ديليتسيوزا لا هي مانجيرو العنصر الاول كون سوري جوستو il Il pomeriggio العنصر pomeriggio الثاني mi divertirò mi un mondo sono e divertita giocherò un con mondo quel che il ci verbo divertirsi con attacca io e e non con giocherò io mi dobbiamo sono ditemi sì divertita attiva composto un mondo ausiliare quella lettimus molto futuro a forte semplice but molto sa io giocherò io mi con i sono miei amici divertita nel parco molto dopo tfarhadet nħalliuha barsha kelmet fil poi u pomeriggio dopo io bad dhuhr farò gli ايش عملت esercizi e io ho studierò un giocato po' con i La miei sera cosa amici farò? nel La parco sera ho cambiato guarderò soggetto la verbo televisione complemento e con i vedrò, miei well, amici ma dove vedere, nel vedrò, parco ma ci vedrò, but vedrò ho fatto gli il mio esercizi programma ممكن preferito. نعمل هكا هنا نحط عندنا دوبو il verbo لكن خليها essere أحلى nel nel نحط futuro. يعني شكون الحكاية بيكون بالتسلسل essere؟ شنو اللي بيش من الذي سيقع؟ خدمنا كلمة دوبو فخاطر essere دوبو معناش ho بالعربي fatto بالضبط. gli esercizi بعد هنا كما عملت نقولوا التدريب كان لينال سيكون والسوجي هي io سارة io نجم una نسمعوا عليها giornata اوكي rilassante سوجي e ديما ممكن نحطوه في divertente. Sarà l'italiano piena, era, هذا il verbo dopo essere, ho non è il verbo fatto gli essere, هذا il verbo esercizi essere nel but passato composto, ho هذا il studiato un essere po' nell'imperfetto. un po' Ma la il bici vuol verbo dire, nafsa studiare ħkija, هذا عملت sarà una ieri giornata rilassante e divertente, ايوه ممكن sarà هنا piena di dopo ho fatto cose gli che mi esercizi piacciono fare. هذيك جملة Ok, جملة لكن او نحب نحط هنا studiato في un الفوتورو po' che جملة mi ممكن piaceranno نربطوها e fare. ho studiato D'accordo? un po' e ho studiato Mela un po' اللي نطلب منك ورجعت بيبياري شوية un تقرا po' non مش انا molto un نكتب po' رياضتك صح صحيح لا اوكي تقرا او مش نوقف الفيديو la نحط sera الفيرب اللي كلهم في la الفيوتشر sera واقرا ثم اقرا ثم اقرا حددت الموعد هنا امتى وسمع la روحك sera وغلط cosa ho كيما تحب fatto اما صح io ثم ho اقرا guardato la televisione اوكي او كهنا تفرجت التلفزة بريباريرو نقطة una ho colazione visto deliziosa il colazione al mio futuro صباح هنا programma deliziosa متيتا تويكا il delicious mio delida programma المفضل mangerò con preferito gusto كلمة nella prima programma parte آخرها registro لكن الثاني هي il pomeriggio maschile eri con فتولي الشيخ il مكتوبة مش mio non بحكاية mia il mio il programma pomeriggio mi آخرها divertirò بالضرورة un mondo io preferito giocherò con i miei هكا amici nel parco وفي dopo سمح لي io farò من ما بعد نجم نستغنيو على الخط io ما غير باش نذكركم بركة الحق لاحظتوا اوكي farò ديما gli soggetto esercizi e verbo studierò un complemento po' هذا هو la sera guarderò اتحداكم كانت الناس la تقولوا لي لما televisione نعملهاش soggetto soggetto io verbo guarderò complemento verbo يعني complemento يمكن la هنا televisione قولي e هنا vedrò ها il هنا mio programma هاو soggetto preferito هذا io sarà اللي هو una الخطاب هنا giornata io rilassante هنحطه علاش بالضبط sarà مش sarò على خاطر io la il giornata verbo هي اللي ho باش تكون fatto che cosa gli ma esercizi la sarà una but giornata e rilassante ho e studiato un po' divertente شكون اللي هنا ذكر شنو معناها هي حطيت rilassante النجم حطي نقطة هنا rilassante وتولي ho rilassante studiato un po' يعني لكن نجم نحليها مهموليها زادا كما قلنا و وديفيرتنتي e ho متيعة studiato un po' يعني سارة جملتين بيينا نعطي دي فيهم كوزي كلمة e مليانة مش تكون كونجونزيوني لا e لا جورناتا ما ونقولوا نقولوا io لا ho جورناتا studiato سارة un po' ولا soggetto il io giorno سارة ho studiato il verbo un po' بيينا مكمل جملة مليانة quarto دي كمل كوزي الفيرب كي مي la بياتشونو sera فارو هاي علاش شوفوا ما اقراوها حطيناش بياتشونو la nel futuro sera على خاطر io ho ديما لي guardato كوزي la اللي باش نعملهم ديما televisione
يعجبوني في الماضي ويعجبوني تويكا Io ho ويعجبوني في visto المستقبل. il mio فخليها programma في preferito. البريزنت. جملتين كان تحب محلاهم. تحط Sujet, سوجي io. بيأتشيرانو Ho فاري زاد guardato لازم verbo, تحطها. che cosa la تشوف اللي بي televisione بيأتشيرانو بعد فاري. الجملة اللي بعدها. Io هذا هي ho هي visto. تكتبي لها io كانت مادام تحب مي تكتبهاش ما تكتبهاش. بيأتشيرانو اما انت تعرف كي تسمع io فاري. ho visto راهي اوكي. مع اللي باش يعجبوني نعملهم. اللي كي يساعدوني نقولوا نعملهم. ho visto من غير ما داكوردو. نقولوا io تعرف اللي هي مع يعطيكم الصحة io. مادام قبل ما داكوردو. تمشي بربي Io عملنا ho تاع لي visto. بيرفيتو. اوكي. يكون لكن سؤال. بالإيطالية مش لازم ديما نقولوا ضمير. كوزا نقولوا فاتشيفي ho كواندو visto إيري il un mio bambino. programma preferito. فيها شوية يمكن تغييرات هالجملتين بصراحة. هذوما ديما إذا نتحملوا نتحملوا من بعضنا السوجيت ونفكروا تاعنا بعضنا. فيربو كومبليمنتو. أي بصراحة يمكن هذو نتحملوا جملتين بعضنا نردوهم ونشوفوا بكيفاش. كيفاش. ما إيه نجموش ho visto نقولوا il mio دوماني programma سارة preferito. دومينيكا طبعا. نقولوا هذه المخاتيش ياري نقولوا era إيه domenica stata io una facevo giornata cose. حق احنا عندنا quando eri interessante. un No, bambino. era قلتوا بالنا stata quando eri un ولا حتى bambino. era sia هنا era una حددنا ياري giornata وهنا ولا حددنا un دوماني. giorno. احنا متعودين حتى على هنا شوية نجم نقول giorno. كوزا فاتشيفي هنا una ياري. giornata شكون che تعمل stiva البارح؟ rilassante فهمت نغيروها كوزا فاتشيفي ياري rilassante ولا مريحة كوندو e ايري ام بامبينو. اذا divertente كان كوزا مريحة فاتشيفي مريحة ياري و باش تاخذ طول ممتعة. الفيرب وتحطهم كل الافعال الكل بعد تحطهم في era الامبرفيتو. piena كانت معناها مليانة ياري di era cose دومينيكا اشياء io che mi facevo piacciono cose fare e li interessanti يسعدني la اني mattina اقوم mi بهم. alzavo tardi اظن اكثر من هكا leggevo un ما libro فماش كنت نعمل ويسر يعني بسيطة الفكرة poi ويسر حلوة وانتم io عندكم برشا preparavo una جملة colazione قصدي برشا أفعال deliziosa تتصرفوا بكل ثقة mangiavo ويا ريت تقعدوا con طويقة gusto il وتحضروا شوية pomeriggio mi عشان divertivo فرق وقت. un mondo ستوب. io giocavo con i miei amici nel parco dopo facevo gli esercizi e studiavo un po' la sera guardavo la televisione e vedevo il mio programma preferito era una giornata rilassante e divertente era piena di cose che mi piacevano fare. Okay. Era domenica, io facevo cose interessanti. La mattina mi alzavo tardi, leggevo un libro, poi io preparavo una colazione deliziosa. Ma come faccio io di mandare fig mi selos? Poi preparavo una colazione deliziosa, mangiavo con gusto. Il pomeriggio mi divertivo un mondo. Io giocavo con i miei amici nel parco. Fimana e cont. Dopo facevo gli esercizi e studiavo un po'. La sera guardavo la televisione e vedevo il mio programma preferito. Era una giornata rilassante e divertente. Era piena di cose che mi piacevano fare. يلا مع السلامة. سامحوني طولت عليكم نخاف عليكم نعرفكم تاخدكم فيسا فيسا فيسا. بسلامة.